صباح النور زينب. صباح الفل والياسمين من جيبوتي لكل مشاهدي برنامجكم الصباحي الجميل. شكرا لك. طمنينا، كيف رمضان بجيبوتي؟ الحمد لله لا بأس كما نقول في تونس. نعم، لا بأس. ساعات صيام كبيرة أو كيف؟ مش كتير، يعني هو من الفجر لحد الساعة 26 دقيقة بعد الظهر. نعم، جميل أقل من ساعات جدا. الصيام في تونس. أها، وأقل عنا من هون أيضا في الكثير من الدول العربية ومنها لبنان. زينب، إذا هيك بدنا نبدأ أنا وأنت لنتحدث عن المعرض، بدي تخبرينا عنه أكثر، عن وجوهه وعن شعار أشرق أيها العالم. كم هو جميل هذا الشعار يا زينب. سنبدأ بشعار أشرق أيها العالم. كنت أستمع إليك منذ قليل تتحدثين عن أن الشباب العربي فقدوا الكثير من الأمل في حياتهم في أعمالهم نظرا لوضع الأوضاع السياسية وأيضا جائحة كورونا. هذا الشعار أطلقته عندما كنت في أزمة حقيقية وكنت في مفترق طرق من حياتي، فتحدثت مع نفسي لمدة طويلة وقررت أن أقول أشرق أيها العالم، وأنه يجب أن تكون لك الشجاعة لأن تواصل الحياة وأن تكافح، فإما أن تأخذ قرار مغادرة هذه الحياة وإما أن تعيش فيها شجاعا ومكافحا ويكون لديك الأمل لتواصل. ومن هنا جاء شعار أشرق أيها العالم. يعني وكم من الأفكار الخلاقة دائما ما تخرج من هذه الأزمات التي يتعرض لها الإنسان ومفترقات الطرق التي تتحدثين عنها. طبعا وهو كذلك، منذ سنة ونصف تقريبا أصبحت مستقرة في جيبوتي. هي دولة في القرن الإفريقي وعضو في جماعة الدول العربية، دولة تحتوي على الكثير من التنوع الثقافي والعرقي. ومنذ شهر تقريبا أطلقت معرضي للصور الفوتوغرافية بعنوان وجوه من هنا، وهو معرض يكشف عن رؤيتي لهذا البلد من خلال وجوه سكانه المختلفة، سواء كانوا نساء، حرفيين، تجار، أطفال في مختلف أرجاء البلاد. نعم، يعني قبل الحديث عن المعرض هيك بتفاصيله، اختلف عليك الوضع بين جيبوتي وبين تونس وكأنه، لذلك يعني اخترت ربما الوجه وجوه الناس والتي هي يعني تتحدث عن الكثير مما يكمن في الداخل ومما يعانيه الأشخاص حتى وما لا يعانيه، يعني حتى الحياة إن كانت بحلوها ومرها في محيط الإنسان، صحيح؟ صحيح، وجدت ألفة وأنسا في هذه الوجوه. ربما في بعض الأحيان لا يمكنني أن أتكلم لغتهم، أو في أحيان أخرى يكون اللقاء سريع ضمن يعني في إطار العمل أو مجرد مرور في الشارع، فكنت أحاول أن أختزل تلك المشاعر في صورة وأن أجمدها إن صح التعبير حتى لا تموت، فأردت المحافظة على تلك الصور الجميلة وتجميد تلك اللحظات الجميلة ومشاركتها بعد ذلك مع الجمهور، وهو أيضا جاء من حاجة شخصية كما ذكرتي، هي البحث عن الأنس والألفة وأيضا ذلك الفضول الذي يراود أي إنسان عندما يكون في بلد جديد. فتبقى وجوه الناس هي أهم كتاب وأهم حكاية. جميل جدا، على فكرة خطوة جريئة يعني بأنه تقومي أنت بهذا العمر ويعني تغيري حياة من تونس إلى جيبوتي، ربما يعني بلد مختلف بكل ما يحمل من تفاصيل. يعني أريد أن أسألك عن سوق الكلام، ما هو سوق الكلام؟ تعرفينا عنه أكثر. سوق الكلام هي تظاهرة شبابية ثقافية هدفها فسح المجال للشباب
المهتمين بالكتابة والقراءة، وهي تظاهرة تقوم على ألا مركزية ثقافية، فكنا نتجول في كل محافظات تونس وفي كل مدينة أو محافظة نحل عليها ضيوف، يكون أمين السوق من تلك المدينة هي مزج بين تراثنا العربي كسوق عكاظ كمصدر للإلهام، ولكن أيضا هي مفتوحة ليست فقط للشعر ولكن أيضا لكل أنماط الكتابة بكل اللغات وبكل اللهجات. سعيدة أن التظاهرة استمرت في تونس حتى بعد انتقالي إلى جيبوتي، لأن الفكرة ألهمت الكثيرين، وهناك شباب قاموا بتنظيم دورات سوق الكلام حتى وأنا في جيبوتي. للأسف مع ما نعانيه بسبب جائحة كورونا حاليا التظاهرة متوقفة، ولكن إن شاء الله سنستأنف أنشطتها بعد أن نتخلص من هذا الفيروس اللعين. نعم. طيب زينب، أخبريني، هل بتفكري بأنه يكون هناك سوق للكلام في جيبوتي مثل هذه المبادرة؟ طبعاً أنا تواصلت مع بعض الكتاب في جيبوتي، وسنحاول يعني إنجاز هذه التظاهرة هنا. طبعا هي فكرة جديدة على البلد، ولكن لابد من التواصل مع كثير من المثقفين والكتاب حتى نتمكن من إطلاقها، وهو لم يكن أيضا الأمر سهل عندما كنت في تونس، فلابد من التأقلم ولابد من مزيد من الوقت حتى نتمكن من إنجاز التظاهرة هنا في جيبوتي ولما لا في بلدان أخرى. نعم، نحن مفتوحون لذلك، كل يعني عبر منبركم هذا في أي بلد عربي أي شباب يريدون تنظيم التظاهرة، نحن جاهزون لتصدير هذا البرنامج وهذه التظاهرة بكل تفاصيلها، وسعيدين جدا بأن نتواصل معكم. ونحن أيضا يعني نسعد بالتأكيد لنقل ما تريدين أن تتحدثي به إلى الجميع في وطننا العربي، لا بل في كل العالم. إذا بدنا نعود أنا وأنت لهيك للأجواء الرمضانية، أنت كشابة تونسية، كيف عم تتأقلمي مع شهر رمضان في جيبوتي؟ حقيقة الأمر لم أجد صعوبة للتأقلم في بلد يعني هو بلد إسلامي عربي أيضا، فمعالم الحياة في رمضان هي نفسها في تونس أو في جيبوتي، فهناك أيضا أشياء جميلة أنه هناك العديد من العائلات الجيبوتية التي تستضيفني لتقاسم الإفطار معها، لم أحس بالغربة في هذه الناحية. نعم، جميل. طيب ما هي العادات اللي بتختلف بين تونس وجيبوتي؟ طبعا الأكل، نعم، هناك اختلاف في الأكل. نعم، الأطباق مختلفة عن تونس، ولكن هناك عناصر مشتركة مثل الشوربة يعني الحساء، التمر، نعم، هذه العناصر التي موجودة على ما أعتقد في كل البلدان الإسلامية، ولكن بقية الأطباق مختلفة، السهرات الرمضانية مختلفة. هنا الأغلب يعني السهرات تكون أكثر عائلية، في تونس مثلا تعودت على الخروج لحضور تظاهرات رمضانية بعد الإفطار، هناك تخمة كبيرة في الدراما الرمضانية، هنا الأمر مختلف، الأكثر يكون اللقاء بين العائلات والتواصل، وأيضا هناك عادة محمودة جدا هي التصدق يعني مواد غذائية وغيرها، الكثير من الجيبوتيون يقومون بذلك في رمضان. جميل جميل. طيب القصص المميزة في جيبوتي بشهر رمضان ما هي؟ هل تشعرين هيك بأنه فعلا هناك تميز ببعض القصص؟ كما قلت لك يعني أكثر شيء يعني أحببته هو هذا الإحساس بالتلاحم والتعاون، كل العائلات تقدم إفطار للفقراء وتعينهم، نعم، وهناك المبادرات الكثير يعني. من التكاتف، هناك
هناك مبادرات كثيرة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعيات وغيرها تقوم بإطلاق نداء لكل من يريد التبرع، وهناك شباب متطوعون لتوزيع هذه المعونات الغذائية بشكل منظم جدا. نعم. حتى تصل أصحابها وحتى تصل المحتاجين فعلا لها. يعني أول شيء يعني بدي أحكي لك أنه وجهك يبدو عليه الراحة والانبساط بجيبوتي، بس أيضا أكيد أنت بتفتقدي تونس بلدك الأساس، خبريني شو بتفتقدي في هذه الأيام؟ طبعا العائلة. نعم. بابا وماما وإخواتي. نعم. أيضا هناك الحلويات التونسية اللذيذة، السمسة، أزلابيا، المخارق، غيرها يعني من الحلويات العريقة، الأنشطة الرمضانية التي كنت أشارك فيها كالأمسيات الشعرية، كان كل ذلك في سهرات رمضانية، خاصة عندما كنت أقيم بالعاصمة تونس. هناك حركية كبيرة جدا على المستوى الثقافي في تونس، وتقريبا نعود إلى بيوتنا مع مطلع الفجر. كل هذا حقيقة أفتقده هنا. نعم، يعني المصورة الفوتوغرافية زينب هداجي، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه يعني المشاركة المميزة والجميلة. شكرا جزيلا لك. شكرا، مع السلامة، وأشرق أيها العالم. شكرا لك وصحة شريفتك مقدما قبل أن يحل موعد الإفطار. مشاهدينا دعونا